أعتقد أننا قد لعبنا كثيرا ورأيت كيف انتهت المباراة واللاعبون كانوا مرهقين، ولكن أعتقد أن المباراة انتهت إلى صالحنا. تقدمنا في النتيجة 2-1 وكانت دفعة معنوية كبيرة. إذا هذا يوم كبير لكل الكاتالونيين. نعم، نشعر بإحباط كبير وخيبة أمل. أعتقد أننا استحقينا أكثر من هذه النتيجة عندما تخلق كل الفرص التي خلقناها، ولكن هذه هي كرة القدم. كنا نعرف أننا سنواجه فريقا جيدا وبإمكانه أن يلحقك الضرر بك في أي لحظة، وهذا ما فعلوه. حتى بعشر لاعبين لعبنا بشكل جيد، وكما قلت أنت سجلنا هدف التعادل ونحن بعشر لاعبين. من جانبه كشف إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة عن سعادة غامرة عقب تحقيق الانتصار على الريال مدريد في مواجهة مثيرة. بدوره عبر قائد برشلونة أندريس إنييستا عن فرحته بالانتصار والبقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب. نعم، في الحقيقة أنا سعيد جدا. مباراة مجنونة، وفي النهاية وبحمد الله تمكنا من تحقيق الفوز، ولكن ربما كان هناك عدم ثبات في المستوى خلال هذا الموسم، ولكن أنا فخور جدا من الفريق. الفوز في مدريد ليس بالشهر السهل، ولكن أعتقد أننا قلبنا النتيجة واستحقينا الفوز. مباراة بتنافس عالي جدا، وكانت هناك أشياء كثيرة خلال هذه المباراة، ولكننا حققنا الهدف ونحن سعداء جدا، وزدنا الضغط على ريال مدريد في الدوري وسنحاول حتى النهاية. وللحديث عن هذه المباراة